الرحيم أيها الحلو الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية بهذه الانطلاقة وهذه التحديات في صباح هذا اليوم. انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا السابع، شوط خاص بالزمول المحليات الأصايل المملوكة لأبناء القبائل في مسافة ورحلة 6 كيلومترات. ينطلق هذا الشوط بحفظ من الله وتوفيق مشاهدينا متابعينا الكرام. نسير بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، وأرى شاهين من قاد المجموعة بشعار سعيد بن راشد بن غدير، ولكن أرى التسلل من الشبل من ينطلق مع المركز الثاني لحمدان بن حمد بن راشد بن غدير، ومع المركز الثالث نتابع مياس بشعار محمد بن عبيد بالحول الحارثي. الدور دور المركز الرابع من الجانب الآخر، أرى هناك أيضا التحديات من شاهين لهلال بن أحمد أبو إبراهيم، ومع المركز الخامس الهود مطر بن محمد بن علي بالقريني المنصوري، متابعا لانطلاقة سلهود. مع المركز الخامس والسادس التحديات، نتابع التسلل من الجانب الآخر، أرى هناك شاهين رسالة بسعيد من غدير الكتبي، ومع المركز السابع التحديات من ملفت خليفة بن علي بن خليفة الرميثي. بينما إذا انطلقنا مع المركز الثامن بقرة الصير، يتسلل في هذه اللحظات لسعيد بن راشد بن غدير، والمركز التاسع القدوم والتحديات في هذه اللحظات والانطلاق المتميز من مصيحان لعبد الله بن سيف بن يوله القمزي. ومع المركز العاشر نكمل ندان الاول شاهين لسالم بن علي بن راشد بن سويلم الكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، النداء الاول للعشر المراكز الاولى بهذه التحديات والانطلاقات الرائعة. نعود مع الصدارة، نتابع البداية، ومع الكادر العلوي لقناة دبي ريسنج الانفراد الواضح على المقدمة والصدارة مع شاهين لسعيد بن راشد بن غدير. من اندفع بناموس هذا الشوط، من انطلق بالصدارة، انطلق بالتحدي منذ البداية وهو على رأس الحرب يقود المجموعة، متحمل مسؤولية هذا الشوط على عاتقه مع هذا الاندفاع المثير. المركز الثاني أرى التحديات من الشبل لحمدان بن حمد بن راشد بن غدي الكتبي، ومع المركز الثالث من الجانب الآخر أرى القدوم أيضا والتسلل من شاهين لهلال بن أحمد بو إبراهيم، من ينطلق أيضا مع شاهين مع المركز الثالث. رابع التحديات، نتابع سلهود لمطر بن محمد بن علي بن قريني المنصوري، من يتابع انطلاقة سلهود مع المركز الرابع. وخامس التحديات رهني مياس محمد بن عبيد بالحول الحارثي، متابعا لانطلاقة مياس مع المركز الخامس. سادسا من الجانب الاخر ارى هناك مصيحان لعبد الله بن سيف بن يوله القمزي، من يتابع هذا الانطلاق لمصيحان، ومع المركز السابع مصيحان لخالد بن حميد بن سعيد آل علي، متابعا لهذا الانطلاق. ثامنا من الجانب الاخر ملفت لخليفه بن علي بن خليفه الرميثي، نتابع المركز العاشر وارى التسلل ايضا القدوم في هذه اللحظات. نتابع المركز العاشر وارى التحدي ايضا لشاهين لسالم بسعيد بن غدي الكتبي. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام، تحدياتنا مستمرة، انطلاقاتنا رائعة في هذا الصباح الجميل. يا سلام، نعود بالصدارة، نتابع البداية، نتابع مقدمة هذا الشوط والاندفاع الواضح على المقدمة. شاهين من يقود المجموعة منذ البداية مشاهدينا متابعينا الكرام، ينفرد بناموس هذا الشوط، ينفرد أيضا بعد 6 كاميرات دبي ريسنج مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسنج. شاهين على الصدارة بشعار سعيد بن راشد
بن غدير من يقود، من يقود المجموعة؟ المركز الثاني، المركز الثاني. أرى التحديات للشبل لحمدان بن حمد بن راشد بن غدير مع المركز الثاني ومع المركز الثالث. المركز الثالث شاهين الهلال بن أحمد بإبراهيم. نتابع 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 سلهود مع المركز الرابع مطر بن محمد بن علي بالقرين المنصوري ومع المركز الرابع. أرى التحديات أيضا القدوم في هذه اللحظات والتسلل، التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع التحدي المثير من مصيحان لعبد الله بن سيف بن يوله القمزي. من يتابع؟ من يتابع هذا الانطلاق؟ من يتابع؟ من يتابع هذا التحدي المثير والقدوم، القدوم والتسلل من مصيحان لخالد بن حميد بن سعيد العلي. أيضا يعلن انطلاقة مصيحان مع المركز الخامس. سادسا من الجانب الآخر أرى هناك ملفت خليفة بن علي بن خليفة الرميثي والقدوم لمياس لمحمد بن عبيد بن حول الحارثي ومع المركز الثامن. المركز الثامن شاهين لسالم بن علي بن راشد بن سويلم من الكتبي ومع المركز التاسع. المركز التاسع التحديات مستمرة. نتابع نتابع من الجانب الآخر أرى هناك أيضا هملول لمحمد بن سالم بهم العامر يتسلل بأول نداء ينطلق مع المركز التاسع وعاشر. التحديات تصير لسعيد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. غادرنا لوحة 2 كيلومترات بدينا ننعطف مع المنعطف الأخير في مضمار 6 كيلو مترات وشاهين على رأس الحربة. شاهين يقود المجموعة ينفرد بناموس هذا الشوط. يا سلام يا سلام، التحديات رائعة وشاهين يباعد يباعد المسافة يباعد المسافة بشعار سعيد بن راشد بن غدير. يا ريت أيضا مصورنا ياخذ لنا لقطة ما بين شاهين وما بين بقية المراكز. نتابع نتابع المسافة ما بينه وما بين البقية. يا سلام، المركز الثاني، المركز الثاني أرهني مصيحان لعبد الله بن سيف بن يول القمزي مع المركز الثاني والمركز الثالث. أرى التحديات لملفت خليفة بن علي بن خليفة الرميثي ومع المركز الرابع. من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى هناك الشبل حمدان بن حمد بن راشد بن غدير. من يتابع انطلاقة الشبل مع المركز الرابع؟ المركز الخامس القدوم. يا سلام، التسلل التسلل من شاهين لسالم بن علي بن راشد بن سويلم الكتبي. من يتابع هذا الانطلاق والتحدي الآخر من الجانب الآخر من شاهين لسالم بن سعيد بن غدير؟ والانطلاق أيضا انطلاقات وتحديات هملول لسعيد بن ناصر بن مشيط المري. من بدأ يتسلل في هذا الانطلاق؟ من بدأ يتسلل بهذا التحدي؟ ولكن نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والكيلو المتر الأخير والخطير. يا سلام، وشاهين ينفرد، شاهين ينفرد بناموس هذا الشوط وبدون أي أوامر تذكر حتى هذه اللحظات بشعار سعيد بن راشد بن غدير. من يتابع؟ من يتابع انطلاقة شاهين؟ المركز الثاني، المركز الثاني. أراهني أيضا ملفت لخليفة بن علي بن خليفة الرميثي ومع المركز الثالث. مع المركز الثالث شاهين لسالم بن سعيد بن غدير الكتبي. ولكن نعود مع الصدارة. نتابع 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 بداية هذا الشوط والسلالة الشاهينية من تفرض وجودها بكل قوة على مقدمة هذا الشوط مع الانفراد الرائع اللي قدمه شاهين، اللي قدمه شاهين. قام راس وانهى الشوط راس بالفعل بدون أي أوامر تذكر حتى هذه اللحظات وبهذا الشعار، شعار المحنك، شعار سعيد بن راشد بن غدير. قدم أيضا العديد والعديد من الأسامي اللامعة في هذا العالم الساحر. يا سلام، شاهين على الصدارة. ولكن نتابع المركز الثاني، أرهني ملفت لخليفة بن علي بن خليفة الرميثي ومع المركز الثالث القدوم من هملول لسعيد بن ناصر بن مشيط المري. اللحظات الأخيرة مشاهدينا متابعينا الكرام. التحدي التحدي، شاهين على الصدارة ولكن أرى ملفت، أرى ملفت قادم بكل قوة
اللحظات الأخيرة. يا سلام يا سلام يا سلام، التحدي، الإثارة مشاهدينا متابعينا الكرام، شاهين شاهين شاهين، ولكن ملفت ملفت ينتزع الصدارة في اللحظات الأخيرة. تهانينا لخليفة بن علي بن خليفة رميذي. المركز الثاني يصل فيها من ولد سعيد بن ناصر بن مشيط، المركز الثالث لسعيد بن راشد بن غدير، المركز الرابع التحديات من شاهين لسالب سعيد بن غدير الاكتبي، والمركز الخامس الصيرة لسعيد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول ملفت إلى خط النهاية، 10 دقائق 8 ثواني و6 أجزاء من الثانية. تهانينا لخليفة بن علي بن خليفة الرميثي واللي وصل مع المركز الثاني هملول، يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 10 دقائق 8 ثواني و7 أجزاء من الثانية. تهاني موصولة لسعيد بن ناصر بن مشيط المري واللي وصل مع المركز الثالث شاهين، يقطع مسافة 6 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 10 دقائق 9 ثواني وجزء 1 من الثانية. التهاني لسعيد بن راشد بن غدير.